كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. العرض اليوم ديال نحلة يعرف العام مع الحضور ديال المخرج ديالو رشيد الوالي اللي غيكون هاد الموظفين هاد المستخدمين غيشوفوا الفيلم مباشرة ومن بعد غيكون عندهم هذاك اللقاء المباشر اللي مع المخرج يمكن لهم يسألوا أسئلة. وهنا هنا في حالة لقاءات في غياب دور ديال السينما ودور عرض كيبقى هاد اللقاءات هي واحد الباب كتحل حتى الجمهور السينما اللي كيعشق السينما واللي كيبغي يشوف السينما في السينما كيبقى هاد اللقاء هذا مهم مهم جدا. والدليل على ذلك هو السؤال اللي طرحه رشيد الوالي على الجمهور اللي كان تقريبا واحد 350 حتى 400 متفرج. سولهم دابا الفيلم عامين هو في قاعة السينما باش خرج، سولهم شكون اللي شاف الفيلم، تقريبا 99% ما شافتش الفيلم في السينما. هاد الاحصائيه الغير مباشره اللي ما كان غير مخطط لها عطتنا بلي ان الناس ما كتمشيش السينما، لذلك هاد اللقاءات راه مهمه ومهمه جدا. الدور ديالي كان منذ البدايه منذ كانت الفكره ديال الفيلم بطبيعه الحال الاشتغال الدائم ديالنا انا ورشيد دائما كنشتغلوا من اللي طاحت الفكره وهي كديفلوبا وحنا كنهضروا عليها. يعني من بدا الدور ديالي من الاعداد من كتابه السيناريو من بعد روبيراج من بعد كنت كمساعد مخرج في الفيلم من بعد كان عندي واحد الدور ماشي كبير ولكن دور اللي كنعتز به عزيز عليا بزاف. كنت ندير واحد المخزني اللي كان في الخمسينات والستينات وهو الدور اللي عجبني بزاف اللي ممكن الادوار اللي كانت مختلف فيهم حتى من ناحيه الشكل ومن ناحيه المضمون انا براسي حسيت راسي مختلف حتى الناس اللي قرابين ليا ما حسوش بيا قريب. دونك وحتى من بعد مثال الفيلم كنت واكبت عمليه المونتاج والميكساج والموسيقى والان كنواكب تسويق الفيلم في قاعه دور السينما كذلك في هذه اللقاءات هذا. اذا كنعتبرت انا فيلمين، فيلم اللي حضرت الولاده ديالو من الاول والحمد لله بحال شي بيبي دابا راه كعندو عامين وثلاث سنين هو كيتمشى والحمد لله كنشوف اقبال الناس عليه كيعجبني الحال بزاف. ان شاء الله كاين انتي دي فيلم غادي يدوز في القناه الاولى سميتو الشبيه المخرج عبد الرحيم المجد ان شاء الله. كذلك ان شاء الله غتكون واحد السلسله من اربع حلقات مع المخرج ادريس الروحي كذلك تبت في رمضان وان شاء الله ان شاء الله كاين الخير. انا الان في اعداد فيلمي الثالث بعد ما صورت جوج افلام قصيره دابا الفيلم الثالث ان شاء الله. مؤخرا قمت بتصوير واحد فيلم وثائقي كيهضر على الشباب وعلى الحلم ديالهم وكيهضر على المجال الفني. الحمد لله السنه دايزه مزيانه ان شاء الله ونتمنى هذا الشيء اللي كنديروا يتقبلوه الناس ويبغيوه. هذه المساله فيها جوج شقين، الشق الاول هو ان حتى الصحافه كتزيد فيه، كاين فنانين اللي بصح ما كيكونوش محتاجين غير لو فيت انهم يدخلوا المستشفى ولكن كيتم تضخيم الخبر. هو الفنان راه مواطن عادي كأي مواطن كيمرض وكيعيا وكيصحح وكيسافر. بعض الصحافه كتستغل ذاك المرض ديالو تمشي عنده، بعض المرات كدير عناوين كاذبه. والدليل على ذلك هو ان كفنانه اللي زرتهم وكيقولوا لي حنا ما طلبنا والو، حنا كصحيه بحال كأي مواطن وكأي انسان عادي، غير هي الصحافه كتضخم هذا الخبر ربما المشاهده وربما حنا كنعرفوا هذه المساله هذه وهذا الشيء خطير، هذه اللي كتضر بنا كفنانين. الشق الثاني هو بصح كنشوفوا تغييب تام الجيل الاول والجيل الثاني على الشاشه وعلى الصغيره والكبيره، وهذا الخطا اللي كنطيحوا به ان ولات الاعمال الدراميه ديالنا واعمال السينمائيه كتعتمد على الشباب وتم تغييب الدور ديال الاب والجد والام والخاله والعمه والاخت الكبرى والاخ الكبير. دونك ولينا كنشوفوا اعمال تقريبا شبابيه وبالتالي تناسينا هذاك الجيل اللي بصح اللي ضرب ثمره بصح فاش ما كانش فلوس ما كانش الامكانيات كان الامكانيات ضعيفه جدا ولكن كانوا كيشتغلوا بكل حب وكل تفاني وكل جوارح ديالهم. الوقيته اللي ولات القضيه مزيانه ولاو انتاجات ولاو حتى المسائل حتى ماديا ولا احسن ولاو عندنا وفره في كل شيء نسيناهم. ونتمنى نتداركوا لان ما يكونش فينا الخير الا تناسينا ذاك الناس، لان باش نشوفوا القدام ماشي بالضروره نساو هذوك اللي لور، بالعكس احنا محتاجين ليهم محتاجين الباقي محتاجين العطاء ديالهم ماشي غير نقفوا عليهم، لان الواقع كيقول لنا لا خصهم يخدموا. الناس في العالم كنلقوا ان ممثل كل ما كيكبر كل ما الادوار كتطور عنده كل ما الادوار كتكثر عنده كل ما لا فالور ديالو كتكبر، حنا العكس الممثل كيكبر وكينساو وكيتنساو وكيخليو في الركنه، وهذا الشيء اللي كيحس في النفس. راه بعض المرات ما كيكونش الهاجس المادي ولا المعاناه الماديه هي السبب، لانه الممثل مواطن كاي مواطن يعاني ما يعانيه المواطنين، يعني شيء عادي
الطريق لي، لان يمكن كنعيشوا بعض اللحظات كنعيشوا في واحد المحبوحه وكيكون الفلوس وبعض الخطرات ما كانت هذه الحياه، ولكن اللي كيحس في النفس هو داك النسيان والتناسي اللي كيلقاوه من طرف المسؤولين من طرف الفنانين نفسهم. هذا نداء للقناتين الاولى والثانيه المكسين المائي تكون واحد الكوطة، يحاولوا ما امكن يفرضوا بعض الادوار على الممثلين ويكونوا ممثلين، ماشي بالضروره، لان سمح الله بعض المنتجين كيجيو الناس ما عندهمش علاقه لانهم كيقول لك لا حكا جنب داك الممثل غيتقام عليا حكا، لا بالعكس كنقولوا بعض داك الناس محتاجينهم وباقي الادوار ديالهم وباقي الجمهور كيبغيهم، وهذا اللي خطير. يعني الفنان راه ما كيموتش لاخر نمره، يمكن يلعب من عامين حتى 90 ولا 100 عام. كنبغي نقول لهم اسمي واسم جميع الفنانين اللي في السن ديالي، انا راه ما نسيناكمش، حنا كنفكروا فيكم وحنا كنبغيكم، لان راه بلا بكم كما كتشوفوا ما نكونوش عايشين هذه الوضعيه هذه. موقع كارفونت 4 انا ديجا تعاملت معاهم وتبارك الله اللي كيعجبني فيهم هو داك عندهم واحد الانرجي كيديغاجي واحد الانرجي زوينه اللي كتريحك انت كمستجوب. كنبغي نقول لكم استمروا في هذه الانرجي الزوينه، استمروا في هذا دائما سعوا للخبر الجميل، ومن خلال الاسئله ديالكم كنحس على انكم بعيدين من كل بعد على الصحافه اللي كتقلب على البوز. هذه ميزه ثقوا بيا، انا نتمنى يسمعوكم عشرات الناس ويسمعوكم ويشوفكم قلبهم واحاسيسهم وبعينهم احسن ما يشوفوكم بالفضيحه ولا بالعار ولا بالاسترزاق من اعراض الناس. الله يفقكم، الله يعاونكم، وروحوا غاجوا، وانا دائما تحت خدمتكم، حتى ما احتجتوني انا.